النهارده يا شباب المحاضرة الثالثة هنتكلم عن أول حاجة هنتكلم فيها عن الفولدر والفايل. هنبدأ نتكلم عن المجلد والملف. الفولدر عندنا، المجلد بالنسبة لنا وسيلة من الوسائل اللي بنحفظ بيها الملفات بتاعتنا، ودايماً المجلدات والملفات بتنظم في الكمبيوتر بتاعي في الويندوز بالاخص بنظام بنسميه نظام هيراركي او نظام هرم الشكل. يبقى النظام اللي بيتخزن فيه الملفات والفولدرات بتاعتي بنسميه نظام هرم الشكل او هيراركي ستراكتشر، نظام هرم الشكل. طبعا بالنسبه لنا الفولدر بنسميه مجلد، ولما بنعمل مجلد جوه مجلد بنسميه سب فولدر. يبقى السب فولدر ما هو الا مجلد جوه مجلد. يبقى السب فولدر بالنسبه لنا انا بعمل مجلد وبحط جواه مجلد، يبقى ده بيسمى سب فولدر، عشان بس الاسم لو جالي في السؤال ما يبقاش غريب بالنسبه لي ان السب فولدر هو هو ايه الفولدر. بس الفكره ان مجلد جوه مجلد بيطلق عليه لفظ سب فولدر. لما احب اعمل مجلد، بحب اعمل مجلد بطريقه سهله جدا، كليك يمين او رايت كليك في اي حته فاضيه واختار نيو واقول له فولدر واكتب الاسم زي ما انا عاوز. هسميه مثلا وليكن اي سي دي ال، وادوس انتر وانتر مره تانية افتحه او دبل كليك وافتحه. لما احب اعمل جواه فولدر تاني بقول له نيو فولدر واسميه بالاسم اللي انا عاوزه. لا ده لسه، ده الملف بقى ان انا اكتب جوه ده هستخدم الملف. ماشي يا شباب؟ طيب اولا لازم ناخد بالنا من حاجات شويه في حته التسميه. لما اجي اسمي مجلد يفضل دايما ان التسميه تدل على المحتوى. يعني لما اسمي مجلد عندي اسمه بيدل على محتوى ايه، خلاص ايه الحاجه اللي هتبقى جواه ايه. حاجه تانية يفضل لما يكون اسم عندي هكتبه بالمنظر ده، هكتب مثلا كمبيوتر اسينشال، يفضل ان انا ما اكتبهاش، يفضل ان انا ما اكتبهاش بسبيس كده، ان انا ما بعملهاش ادي كمبيوتر اسينشال. هاجي اعمل كده رينيم عشان اغير الاسم اهو، رينيم طبعا بتغير الاسم وهنعرفها بعد لحظه، ورحت كاتب كلمه اسينشال. طبعا في مسافه ما بين كلمه كمبيوتر وما بين كلمه اسينشال، لا يفضل ان انا اما اكتبهم كلمه على بعضيها او اخد ما بينهم شرطه سفليه. دي من التسمية الجيدة، إن الاسم عندي إما بيكون كلمة على بعضيها أو بحط ما بينهم شرطة سفلية. طب ينفع أستخدم مكان الشرطة السفلية مثلا علامة في المية أو علامة الشباك أو علامة الإس دولار ساين؟ لا، يفضل إن أنا ما أستخدمش علامات غير الشرطة السفلية وبس، يعني اللي هي الأندر سكور بس هي اللي بستخدمها، اللي هي الشيفت مع الناقص، الناقص اللي فوق فوق الحروف. يبقى ده الاصل عندي لما باجي اعمل ايه؟ فولدر. لما باجي اعمل فولدر الاصل فيها ان التسميه بتاعته اسمه يدل على محتواه. انا هخزن فيه ايه؟ هخزن فيه مواد علميه خاصه بالكمبيوتر اسينشال. يبقى معروف دايما ان انا مش هفتح الاقي ملفات وورد مثلا، مش هفتح الاقي ملفات خاصه بماده الاكسل، مش هفتح الاقي ملفات خاصه بماده الباوربوينت، لا ده انا هفتح الاقي ملفات خاصه بالماده اللي اسمها كمبيوتر اسينشال. ها معايا؟ بعد ما بكتب الاسم بدوس انتر. طب عاوز اغير الاسم، كليك يمين عليه والاقي عندي حاجه اسمها رينيم. كلمه رينيم معناها اعاده التسميه، يعني هعيد تسميه الاسم بتاعي، فبقول له رينيم واكتب الاسم الجديد وادوس انتر. يبقى لما احب اغير الاسم بقول له كليك يمين ورينيم، رينيم يغير لي الاسم بتاعي. اتفقنا يا شباب؟ ده الفكره الاساسيه عندي في ايه بقى؟ في التعامل مع ايه؟ مع الفولدر. طيب هسيبكم تعملوها، يلا نجربها كده. طيب ده كده التعامل مع الملف.
المجلد آسف. ازاي نتعامل بقى مع الملفات؟ طبعا الملف هو الوحدة اللي احنا بنخزن بيها او بنخزن فيها الداتا بتاعتنا بالكامل. بس الملف مش زي الفولدر. عشان اعمل ملف لازم يكون عندي البرنامج اللي اعمل بيه الملف. يعني عشان اعمل ملف وورد لازم يكون عندي برنامج الوورد. عشان اعمل ملف اكسل لازم يكون عندي برنامج الاكسل. عشان اعمل ملف باوربوينت لازم يكون عندي برنامج الباوربوينت. يعني من الاخر عشان اقدر اعمل ملف لازم يكون عندي برنامج اعمل بيه الملف. طب عشان افتح الملف، عشان اتفرج على فيلم، الفيلم ملف. لكن عشان اتفرج على الفيلم محتاج ايه؟ برنامج اقدر من خلاله اشغل بيه الفيلم. يبقى ده الفكره الاساسيه اللي عندي. طيب في عندنا نوعين من البرامج، في برامج احنا بننزلها مع نسخه الويندوز او بتتسطب مع نسخه الويندوز، وفي برامج تانية انا بعمل لها عمليه بنسميها تسطيب. في برامج تانية بعمل لها عمليه بنسميها تسطيب او بعمل لها سيت اب. التسطيب بالنسبه لنا انك بتجيب السورس بتاع الملف او المصدر بتاع الملف وبتبدا تعمل له، بتفكه وتخليه ينزل مع ملفات السيستم بتاعك وتربط بيها. طب ايا كانت البرامج اللي نازله مع الويندوز ولا البرامج اللي انا بسطبها بتبقى موجوده فين؟ لو فتحنا ستارت اول بروجرام هنلاقي عندنا هنا في كل اول بروجرام دي فيها كل البرامج اللي انا بشتغل بيها، زي الاكسسوارز دي فيها معظم البرامج اللي بتنزل مع الويندوز واسمها البرامج الملحقه. الاكسسوارز دي فيها كل البرامج الملحقه اللي بتنزل مع نظام التشغيل. في كمان عندنا المايكروسوفت اوفيس ده بنسطبه، لو في بعض الوقت تروح على البيت عندك تبص على جهازك ما تلاقيش اوفيس، فانت بتعمل ايه؟ بتقول ده انا ما عنديش اوفيس في البيت، فبقول لك خلاص هات لي فلاشه اديك عليها الاوفيس كسورس او كمقفول كنظام مقفول وانت بتروح تسطبه في البيت. اتفقنا؟ التسطيب ليه طريقه كده ابقى اوريها لكم. ماشي؟ طيب ناخد بالنا بقى من الاكسسوارز، ايه البرامج اللي في الاكسسوارز؟ اولا اول برنامج عندك الاول واحد ده فيه شكل ايه؟ الاله الحاسبه، شايفين الشكل بتاع الاله الحاسبه عندنا اللي هو الكالكوليتور. الكالكوليتور ده يعتبر اول برنامج عندي، الكالكوليتور اهو يديني شكل الاله الحاسبه، الاله الحاسبه العاديه بتاعتنا، نجري العمليه الحسابيه بالماوس او بالكيبورد. ممكن اخليها اله حاسبه علميه من فيو ساينتفك تطلع الاله الحاسبه العلميه. ممكن اقول له فيو واقول له انا عاوز احسب التاريخ ديت كالكوليشن، تكتب مثلا تاريخ ميلادك. ممكن نصغرها شويه كده بس عشان تبقى واضحه قدامنا. تكتب هنا تاريخ ميلادك مثلا وتحط هنا الشهر وتحط هنا اليوم وتقول له كالكوليت مثلا، يقول لك انت عندك بالظبط 39 سنه و11 شهر مثلا وكذا. فاهمين كلامي؟ يبقى انا بحسب ايه؟ تاريخ ميلادي بالشكل ده. ده لو عاوز استخدم الاله الحاسبه، يبقى ده اول برنامج عندي اللي هو الكالكوليتور اللي انا بستخدمه في الاله الحاسبه كوسيله ان انا بخزن بيه او بسجل بيها او بجري عليها عمليات حسابيه او بحسب عليها تواريخ ميلاد. من البرامج الثانيه اللي عندنا اللي موجوده برضو في ستارت اول بروجرام اكسسوارز في برنامج النوت باد. نوت باد وده بستخدمه عشان اكتب ملاحظات سريعه. بستخدم برنامج النوت باد عشان اكتب ملاحظات سريعه. يعني ايه ملاحظات سريعه؟ يعني عاوز اكتب حاجه سريعه، عاوز اكتب باسورد مثلا، عاوز اكتب سيريال نمبر بتاع منتج معين عندي، عاوز اكتب مثلا حاجه هكتب ملحوظه تفكرني بحاجه دلوقتي وبعدين ابقى احفظها وارجع لها تاني. يعني بيبقى وسيله من الوسائل اللي بكتب عليها الكتابات البسيطه اللي ما بتحتاجش مني تنسيق. من الاخر يعني اخذنا في التنسيق ان انا ممكن اعمل من فورمات اقول له فونت فيفتح لي المربع بتاع فونت. زي كده فاديني المربع بتاع الفونت اكتب فيه او احدد مثلا منه حجم الخط بتاعي كام. اتفقنا؟ واقول له اوكي. ده الفكره الاساسيه اللي عندي لما باجي اخزن او اكبر. ده التنسيق الوحيد اللي ممكن اعمله في برنامج النوت باد. ده التنسيق الوحيد اللي ممكن اعمله في برنامج النوت باد، اكبر حجم الخط مثلا واكتب فيها اللي انا عاوزه. زي كده. وطبعا هنا من البرامج اللي بنستخدمها بشكل كبير في الكتابه عشان نتعلم عليها الكتابه ونعرف ازاي نحفظ ملف باستخدامها. من البرامج الثانيه عندنا برضو في الكتابه ستارت اول بروجرام
مايكروسو اكسسوارز، اخش على الوورد باد. الوورد باد يعتبر برنامج افضل شويه من النوت باد. الميزه اللي فيه انك تقدر تكتب عليه وتنسق الكتابه بتاعتك، تظبط الكتابه بتاعتك بتنسيق، ويعتبر برنامج اقل نسبيا من برنامج الوورد لشكل الكتابات يعني. بس طبعا احنا عندنا البرنامج الاهم منهم هو برنامج مين؟ الوورد، اللي هو بفتحه من ستارت، اول بروجرام اكسسوري مايكروسوفت اوفيس، اسف المره دي، واختار مايكروسوفت وورد 2010 او الاكسل للعمليات الحسابيه. يبقى من خلال اول بروجرام اقدر افتح كل البرامج. في برنامج عندنا كمان زي البينت، الرسام، والرسام انا بستخدمه في عمليه الرسم، ودايما بميز الرسام بالباليت بتاع الالوان وجنبها فرشه. والنوت باد بالنسبه لنا عامله زي الكشكول كده او الكراسه او النوته. والوورد باد بالنسبه لنا برضه بيبقى فيه لوحه كده زي كده شويه فيها. فالصوره بتاعت البرنامج من الحاجات المهمه بالنسبه لنا هنا يا شباب. ايه ده صوره الوورد باد ايه؟ خلاص نقدر نجربها كده. يلا هنتكلم عن شوية نصائح بس نتبعها لما نيجي نكتب على أي برنامج كتابة يعني. طبعا يا جماعة احنا محتاجين ان احنا تكون ايدينا سريعة في الكتابة. عشان ايديا تبقى سريعة في الكتابة لازم تكتب كتير. هتقول انا مش عارف الحروف فين، مش عارف الواي فين والاي فين. طبعا لما تيجي تدخل الامتحان وانت بتدور على الحرف لسه، ده هيضيع منك وقت. فكل الاسئلة اللي يبقى فيها كتابة بالنسبة لك هتبقى عائق. طب تتغلب على العائق ده ازاي؟ انك تتعلم الكتابة وتكتب كتير من دلوقتي، لحد ما تيجي تدخل الامتحان هتكون تلقائي حافظت الكيبورد بتاعك وعرفت اماكن الحروف، مش محتاج تدور عليها. نعم؟ لا لا، بالنسبه لنا الاهم الانجليش. طيب اولا طبعا الحروف مش مترتبه على الكيبورد، الحروف بالنسبه لنا مش مترتبه على الكيبورد، فطبعا دي محتاجه منك مهاره في التعامل والكتابه. الحاجه الثانيه عندنا الحروف من ال للزد. أول مثال مثلا لو عايز أكتب حرف كابيتال، أولا في عندي حاجة من اتنين، بس المهم الأول خلينا نتفق على نقطة. لاحظوا كده معايا المؤشر بتاع الكتابة واقف فين؟ الشمال، صح؟ طيب لو عايز أتنقل لليمين كنترول مع شيفت يمين، مفتاح كنترول وشيفت يمين. خلينا نفتح الوورد باد عشان هيبقى أفضل في الكتابة من النوت باد. يبقى كنترول شيفت يمين يخلي المؤشر يروح ناحيه اليمين زي ما انتم شايفين كده. مفتاح الكنترول مع شيفت يمين يخلي المؤشر في اليمين، كنترول مع شيفت شمال يخلي المؤشر شمال. عاوز اغير اللغه من عربي الانجليزي والعكس، الت وشيفت، ادي كده اهي الت وشيفت قلب عربي، والت وشيفت مره تاني يقلب انجليش. معايا؟ اتفقنا؟ طب انا ممكن اتكلم واخليكم تفتحوا البرنامج وتجربوا معايا. ماشي، ثانية واحدة. نكمل يا شباب. يبقى عرفنا ازاي نغير اتجاه الكتابة من اليمين للشمال والعكس، وغير اللغة بالت وشيفت. طب كتبت، عايز اكتب أول حرف كابيتال، فبدوس على الحرف شيفت مع الحرف. يبقى عشان أخلي الحرف كابيتال بدوس على الشيفت والحرف. طب ممكن بدل ما استخدم الشيفت في مفتاح على الشمال اسمه كابس لوك فوق الشيفت اللي على الشمال. لما بكتب من على الكيبورد هتبص تلاقي تلقائي طول ما المفتاح ده الليد بتاعته او اللمبه بتاعته منوره او مضيء بتنور، لما بتدوس على المفتاح بتنور له ليد كده في اليمين، لمبه كده صغيره في اليمين بتنور في اليمين فوق، في اليمين فوق دوس على المفتاح ودوس كذا مره كده هتلاقي في لمبه بتنور وتطفي كده، لمبه في كده بتنور وتطفي في الكيبورد، او اضاءه كده بتحصل في الكيبورد. خلاص؟ دي كده في الحالة دي. يبقى احنا في الحالة دي بنكتب الحروف كابتن. طول ما الليد ده منور يبقى انت الحروف بتاعتك كلها كابتن. طب لو قفلت الليد يبقى تكتب ايه؟ سمول. طب ممكن الشيفت مع الحرف؟ ممكن استخدم الشيفت والحرف. طب مين فيهم اللي افضل في الامتحان؟ اللي يريحك. مفيش افضلية. هتستخدم الكابس لوك يبقى تاخد بالك
انه في اوقات كتيره بيجيب اول حرف بس هو اللي كابتن. في ناس من توتر الامتحان بيروح داس على الكبس لوك وسايبها وشغال. طبعا في الامتحان الحرف الكابيتال مطلوب كابيتال يبقى لازم يتكتب كابيتال، الحرف السمول مطلوب سمول يبقى لازم يتكتب سمول. لو عكست الاجابه كلها غلط. يبقى في الافضل، انا بالنسبه لي الافضل بالنسبه لي ان انا استخدم شيفت مع الحرف عشان اضمن ان الكبس لوك ما تفضلش شغاله واكتب كل الحروف كابيتال. لا لا، شيفت والحرف، حرف كابيتال. لان مثلا هيجي يقول لك مثلا عاوزك تكتب كلمه ديت، تمام؟ فانا هكتب ديت ايه، رحت كاتب ديت بالمنظر ده، مين اللي مكتوب فيها اول حرف مكتوب فيها الدي كابيتال، يبقى اذا في الحاله دي بعمل شيفت مع الحرف واكتب كلمه ديت كابيتال، يبقى الدي بالنسبه لنا كابيتال مثلا. ها معايا؟ عندكم انتوا اكتبوا زي ما انا ما بقول كده. طيب يلا اتمكنوا معايا في ادوات الكتابه يا شباب بسرعه. عايز اعمل سطر جديد او انزل سطر جديد، مفتاح انتر، مفتاح انتر بينزلني سطر جديد عشان اكتب حاجه جديده. يبقى انتر بتعمل لي سطر جديد، انتر بتعمل سطر جديد. عاوز امسح حرف حرف من الاخر، عاوز امسح حرف حرف، مفتاح الباك سبيس اللي هو فوق الانتر بيمسح السهم اللي مكتوب عليه باك سبيس او السهم اللي فوق الانتر على طول، ده بيمسح لي حرف حرف من الاخر. السهم اللي فوق الانتر بيمسح حرف حرف من الاخر، السهم اللي فوق الانتر. هاي يا شباب معايا؟ طيب في كمان عندنا ايه؟ نركزين معايا؟ في حاجة تانية عندنا، ان انا لو حابب امسح ممكن احدد الكلمة، احدد الكلمة بدبل كليك وادوس على مفتاح ديليت. شفتوا الحرف؟ يكتب الحرف كابيتال. باك سبيس بيمسح حرف حرف من الاخر. ممكن احدد الحرف وادوس على ديليت في الكيبورد او باك سبيس يمسح لي الحرف او الكلمه اللي انا عاوزها. لو عاوز امسح حرف او كلمه، احدد الحرف بالسحب عليه، بالسحب بالماوس، بدوس كليك شمال واسحب على باك سبيس او ديليت. لو عاوز امسح كلمه او حرف او جمله على بعضيها مره واحده، بسحب على الكلمه او الحرف او الجمله وادوس ديليت او باك سبيس من على الكيبورد، بدوس على مفتاح ديليت او باك سبيس في الكيبورد بعد ما بحدد. ها معايا؟ باك سبيس اللي هو المفتاح اللي فوق الانتر يا شباب، المفتاح اللي فوق الانتر ده الباك سبيس. طيب نركز مع بعض تاني. عاوز اكتب ارقام، قدامك حاجه من الاثنين، لا الارقام اللي على اليمين على يمين الكيبورد، لا الارقام اللي فوق الحروف. بس الارقام اللي على اليمين مش هتشتغل الا لما تدوس على المفتاح اللي في اولها اسمه نام لوك. في مفتاح اسمه نام لوك، دوس على المفتاح ده كده هتلاقي فيه ليد برضه بينور ويطفي فوقيه. طول ما الليد بتاعه منور يبقى انت بتكتب الارقام اللي على اليمين. طب ولو دوست عليه بيقفل يا مستر؟ لو قفل دوس عليه افتحيه تاني. اه طب الارقام اللي فوق الحروف، الارقام اللي فوق الحروف، الارقام اللي فوق الحروف اكتبها عادي في اي وقت بدون اي حاجه. الارقام اللي على اليمين لازم اكون مشغل مفتاح النام لوك اللي فوقيها، لازم اكون مشغل مفتاح النام لوك اللي فوقيها. هي العلامه دي على الشمال يا مستر، لو هجيبها على اليمين هدوس كنترول شيفت. اه هي دي. هاي يا جماعه خلاص. طيب النقطة اللي بعديها، عايز اخد مسافة بين الكلمة والكلمة، هستخدم المسطرة عشان تديني مسافة ما بين الكلمة والكلمة. يبقى المسطرة بتاخد مسافة ما بين الكلمة والكلمة. في كمان عندنا، في كمان عندنا بعض الحروف
ما بتجيش غير لما بضغط على مفتاح الشيفت. زي ايه مثلا؟ لو استخدمت شيفت مع الارقام اللي فوق الحروف، شيفت واتنين مثلا هتديك العلامه بتاعت الات، شيفت وتلاته هتديك علامه الهاش او الشباك، شيفت واربعه علامه الاس دولار ساين، وهكذا. كل العلامات اللي فوق الارقام اللي على الحروف، الارقام اللي فوق الحروف دي بتيجي بمفتاح الشيفت مع الرقم. طيب في بعض العلامات برضو على الحروف العاديه، على الحروف الابجديه بتاعتنا الاي بي سي، في عليها علامات برضو او رموز بقدر اجيبها. زي عاوز اعمل دوت نقطه، لا من غير شيفت، حرف الزين بس، حرف الزين بس بيعمل لي الدوت. او لو بصيتوا في الارقام اللي على اليمين، المفتاح اللي جنب الصفر اللي معلق كلمه دل، ده بيعمل الدوت. عاوز اعمل كوما، عاوز اعمل كوما، حرف الواو اللي جنب الدوت، لا واو بس، احنا بنكتب انجلش فطبعا مش هيكتب واو، هيكتب الكوما. عاوز اكتب ابوستروف اس، عارفين كلمه مثلا اتز، فانا عاوز اكتب الابوستروف بتاع الاس، حرف الطه من غير شيفت، يبقى حرف الطه من غير شيفت بيكتب الابوستروف، يبقى الابوستروف عندي بدوس على حرف الطه من غير شيفت. طب لو زوست شيفت مع الطه هيديك دبل كوتيشن، علامتين تنصيص. هتيجي طبعا في جمل الكتابه يا جماعه، الكلام ده مش هيجي يسالك على الحروف، هيجي يكتب لك جمله او مثلا كلمه تكتبها فهيحط لك نقطه في الاخر، او اي حاجه يطلب منك تكتبها يبقى فيها العلامات دي. ماشي، ممكن استخدمها برضو. لا عادي. طيب كمان عندنا النقط، السيمي كولون او الفصل المنقوطه، حرف الكاف، حرف الكاف يديك السيمي كولون او الفصل المنقوطه. طب شيفت كاف يديك نقطتين فوق بعض، ودايما لو بصيت على الحروف هتلاقي الرمز عليها، انت لو ركزت مع الكيبورد هتلاقي الدنيا سهله معاك. ها اتفقنا؟ الت وشيفت بيحول اللغه، الت وشيفت عندي بيحول اللغه. تمام يا شباب، خلاص اتفهمت الطرق الاساسيه للكتابه. عايزين بقى الحاجات دي نعود ايدينا عليها، دي الحاجات الاساسيه تقريبا اللي بنحتاجها، عايزين بس نعود ايدينا عليها، يعني نكتب كتير على قد ما نقدر، لان احنا عندنا ماده اسمها تايبنج هتمتحنوا فيها، فتايبنج دي مش هينفع اروح عليها وابدا امتحنها الا لما اكون ايديا سريعه جدا في الكتابه. ماشي، ده كده بالنسبه لنا للادوات الاساسيه في الكتابه، سواء كنت هكتب على اي برنامج نوت باد او الوورد باد. طبعا الحفظ، ازاي احفظ ملف على الوورد باد او النوت باد، ان شاء الله ده هناخده بالتفصيل دلوقتي مع بعض. خلينا بقى نبص مع بعض على الشاشه تاني، خلينا نبص مع بعض على الشاشه تاني، ركزوا معايا. انا كتبت الجمله دي في النوت باد، فتحت برنامج النوت باد، فعاوز احفظ الملف بتاعي ده سواء على اي برنامج بقى. لو عاوز احفظ ملف على الوورد باد، هو نفس الطريقه، طريقه حفظ الملف على النوت باد هو نفس الطريقه حفظ الملف على اي برنامج، في قائمه اسمها فايل. وطبعا في الوورد باد والرسام مفيش قائمه فايل، بس حاطين لك رمز مكانهم او ايكون كده مكانهم، نوريها لكم دلوقتي برضو عشان تبقوا عارفينها. في الوورد باد عندنا لما احب اعمل حفظ، العلامة دي تعد كأنها فايل بالظبط، شايفين دي؟ دي تعد كأنها فايل سواء في الوورد باد او الايه؟ البينت الرسام. طبعا لازم تبقوا عارفين شكل الكالكوليتور، لازم تبقوا عارفين شكل النوت باد، لازم يبقى عارفين شكل الوورد باد، شكل الملف بتاعه ايه. طيب يا شباب، اول حاجة عندنا بعد ما كتبت عاوز احفظ، فبقول له فايل وسيف او سيف از. ايه الفرق بين سيف وسيف از؟ لو عاوز احفظ، لو كنت بحفظ لأول مرة
ممكن استخدم سيف وممكن استخدم سيف از، الاثنين سيان. يبقى لو بحفظ الملف بتاعي ده لاول مره، اول مره بحفظ، لسه انا كاتب اهو اول مره احفظ، استخدمت سيف صح، استخدمت سيف از صح، ادي سيف اهي، هيفتح لك المربع بتاع الحفظ. انت قلت له لا انا عاوز افتح فايل وسيف از، هيفتح لك مربع السيف از. يبقى استخدمت سيف صح، استخدمت سيف از صح، الاثنين سيان بالنسبه لي. ها معايا؟ طيب لما باجي احفظ ملف لازم احدد ثلاث عناصر اساسيه فيه. ايه العناصر الاساسيه اللي لازم احددها؟ اولا مكان، انا احفظ فين؟ انا عاوز احفظ الملف بتاعي على الديسك توب، او عاوز احفظ الملف بتاعي في الديكيومنتس جوه فولدر اسمه ليتموس. طبعا ده هيبعته لك في الامتحان، السيناريو بتاعك في الامتحان هيقول لك احفظ لي الملف ده جوه دوكيومنت ليتمس واحد او ليتمس اثنين او ليتمس ثلاثه او ليتمس بس. ده هو هيبقى عامله لك ويطلب منك تحفظ. طبعا ليتمس ده بنجيبه ازاي؟ لما بفتح ستارت دوكيومنتس ايه؟ المستندات ايه؟ والاقي جوه المستندات هنا ليتمس واحد او ليتمس اثنين، والاقي جواها ملفات. ها معايا؟ ده الفكره الاساسيه عندي فين؟ في ازاي احفظ جوه الدوكيومنتس. وطبعا دي بنسميها مسار. مسار يعني ايه؟ يعني انا لما بفتح كده ليتموس، لو دوسنا هنا فوق هتلاقي عندك هنا انت فاتح الدوكيومنتس وجواها ليتموس، ودايما بيبقى مكتوب بشرطه مايله كده. شرطه مايله دي بتقول ان الملف ده موجود على السي جوه فولدر اسمه يوزر، جوه فولدر اسمه ادمنستريتور، جوه فولدر اسمه دوكيومنتس، جوه فولدر اسمه ليتموس 1. فاهمين كلامي؟ ده كده اسمه مسار بحفظ فيه الملف بتاعي. فاحنا هنا لما هنيجي نحفظ لازم اقول له فايل وسيف از او سيف، ايهما سيان بالنسبه لنا لاول مره، وابدا اختار المكان. هو ده المسار اللي احفظ فيه. هو معايا؟ انا احفظه جوه ليتمس 2 واسميه اي سي دي ال، يبقى ده اسم الملف بتاعي. وكمان هحدد له حاجه اسمها تايب او نوع. يعني ايه نوع؟ هنعرفها بعد لحظه. يبقى كده نحدد سيف اس تايب او نوع، احفظ له نوع او اسم عندي. نوع يبقى الاسم هكتبه فايل نيم، والنوع هختاره من سيف اس تايب. وطبعا النوع هنا يا شباب مفيش غير نوع واحد اللي هو تكست. في النوت باد هنا مفيش غير نوع واحد اللي هو تكست تي اكس تي، وهنفهم يعني ايه نوع بعد لحظه. بعد ما خلصت الاعدادات دي بروح ادوس على كلمه سيف. يبقى لما باجي احفظ بقول له فايل سيف او سيف از لاول مره. طب جيت كتبت سطر جديد، لا انا كتبت دول بس خايف في لحظه الجهاز طبعا النوت باد ما فيهوش خاصيه الاوتو سيف، فطبعا ممكن في لحظه الكهرباء تقطع، فكل اللي انا كاتبه هيحصل له ايه؟ هيتلغي ما عدا اللي كان محفوظ قبل كده. طيب انا كتبت جديد اهو، كتبت ويندوز 7 وورد، اتحفظ ولا لسه؟ لسه ما اتحفظوش. فلو عاوز احفظهم بقول له فايل وسيف بس. فتح مربع الحفظ، هي اوتوماتيك اتحفظت فين؟ في نفس الاسم ونفس المكان ونفس النوع اللي انا مختاره قبل كده. طول ما انت بتضيف حاجه جديده اوتوماتيك احفظ فين؟ على الملف الايه؟ القديم. طب جيت قلت لك لا انا همسح دول وعاوز السطر الاولاني ده بس، يبقى هو في ملف جديد لوحده. يعني التغيير هنا هعمل تغيير، بس التغيير انا مش عاوزه في الملف الاساسي، عاوزه فين؟ في ملف جديد تاني، او هعمل نسخه تانيه من الملف. فبروح اقول له فايل، المره دي بقى ما ينفعش معايا سيف، سيف هيلغي اللي موجود، اقول له سيف از وابدا اكتب له اسم تاني او اغير نوعه او اغير مكانه، المهم ان انا احفظه يبقى اذا باسم جديد او بنوع جديد او بمكان جديد. فيديك كام نسخه من الملف؟ لو فتحنا دوكيومنت سلات بس 2 هتلاقي ان عندك هنا كام نسخه من الملف؟ خلاص نسختين. ها اتفقنا؟ وصلت يا جماعه؟ دي بقى موجوده في الوورد. الوورد يا جماعه فيه خاصيه اسمها اوتو سيف. الاوتو سيف ده اوتوماتيك وانت شغال بتكتب بس، بعد ما تحفظ اول مره هو تلقائي بيبدا يحفظ. فلو جت الكهرباء قطعت بيضيع لك بس ممكن جزء بسيط من المستند مش كل اللي انت كاتبه. ها اتفقنا؟
او يفضل دايما وانا شغال اعمل فايل وسيف او كنترول اس من على الكيبورد، دي هتبقى بشكل سريع بالنسبه لي. اتفقنا يا جماعه؟ عرفنا ازاي؟ في الوورد او في الاوتو سيف دي في الوورد، لكن لو عاوز احفظ في الوورد او في الوورد باد او في النوت باد كلهم بنفس الطريقه، فايل وسيف او سيف اس. خلاصه الموضوع للامتحان ايه بقى؟ دايما تركز في الامتحان لو بدا السؤال بتاعك بسيف هستخدم سيف اس. يعني في الامتحان لو بدا السؤال وقال لك احفظ سيف ذا اوبن دوكيومنت، احفظ المستند المفتوح اس بالاسم كذا مثلا، فخلاص هو معنى كده ان هو محفوظ قبل كده، عاوزك تحفظ منه نسخه تاني، يبقى لازم استخدم ايه؟ يبقى خليها قاعده ثابته عندك، بدا السؤال بسيف هستخدم سيف اس. طب جه قال لك اعمل في السؤال 1 2 3 وجه في الاخر خالص وقال لك اند سيف ذا دوكيومنت، يبقى سيف بس. فهمتوا امتى استخدم سيف وسيف اس بالنسبه للامتحان؟ احنا فهمناها الاول في الشكل العام بتاعها. يبقى لو بدا السؤال بسيف هستخدم سيف اس. لو انتهى السؤال بسيف يعني كلمه سيف جت في الاخر هقول له فايل وسيف بس. اتفقنا؟ ماشي. يلا اتفضلوا جربوا الكلام ده. بصوا يا شباب تاني معايا. خلاص كده فهمنا ازاي بنحفظ الملفات بتاعتنا بسيف او سيف اس. طيب الملف عندنا كمان ليه حاجه اسمها طيب او نوع. في عندي حاجه اسمها الطيب او النوع بتاع الملف. اي ملف عندي على الكمبيوتر بيبقى ليه نوع. اي ملف عندنا بيبقى ليه نوع عندي. نوع الملف، النوع بتاع الملف او التايب بتاع الملف بنسميه كمان حاجه اسمها اكستنشن. كلمه اكستنشن معناها امتداد الملف. يبقى كلمه اكستنشن بنسميها او معناها بالنسبه لنا امتداد، بعمل امتداد للملف بتاعي. طبعا دي ما بنديهاش احنا، احنا ما يعني احنا ما بنكتبهاش بايدينا، ده احنا بنختارها من الانواع اللي الكمبيوتر بتاعي بيديها لي او البرنامج بتاعي بيديها لي. يعني لو جيت هنا فايل وقلت له سيف از او سيف، بصوا هنا هتلاقي عندك ايه؟ انواع كتيره. هو ده الطيب اللي انا بحفظ بيه الملف بتاعي. ها اتفقنا؟ ده معنى كلمه طيب. بس تعالوا نوضحها بشكل اكتر. اي ملف على الكمبيوتر بيتكون من شقين. اي ملف على الكمبيوتر بيتكون من شقين، فايل نيم دوت اكستنشن او دوت التايب بتاعه. دايما اي ملف على الكمبيوتر بيتكتب كده، اسم الملف دوت النوع بتاعه. يعني انا كتبت حفظت الملف بتاعي من شويه اي سي دي ال، هيبقى دوت تي اكس تي. اي سي دي ال ده اسم الملف، تي اكس تي ده نوع الملف. طب ايه الفايده من نوع الملف ده؟ لازمته ايه؟ النوع ده اللي بيعرف الكمبيوتر ايه البرنامج اللي هيستخدم عشان يفتح بالملف ده. اه يعني الكمبيوتر نهار ما بتدوس على ملف دبل كليك بيبص اول حاجه على النوع بتاعه، لقى تي اكس تي يروح فاتحه في النوت باد، لقى مثلا اي في اي يروح مشغلك برنامج الفيديو او البرنامج اللي بيعرض الافلام ويبدا يشغلك فيلم. طب هو يفرق معاه الفيلم اسم الملف اي سي دي ال ولا مسميه وورد ولا مسميه اي اسم؟ لا ما يفرقش معاه، ده الاسم ده ليك انت. يعني اسم الملف ده لمين؟ ليك انت، انت اللي بتستخدمه. ها معايا؟ يبقى ده الفكرة الأساسية في اسم الملف. طيب في عندنا أنواع أساسية لازم نبقى حافظينها، في أنواع أساسية لازم نبقى حافظينها اللي هي إيه؟ خليكم معايا ثانية كده هعرضها لكم بدل ما نقعد نكتب ونضيع وقت. دي يا شباب الانواع الاساسيه للملفات بتاعتي بصوره الملف بتاعي كمان. طب بصي معايا معلش. اولا برنامج الوورد، لو اي ملف وورد عندك، اي ملف وورد عندك ركزوا كده معايا هنا في الجزئيه دي. ملف الوورد عندنا بيبقى امتداده دي او سي اكس. ملف السبريد شيت اللي هو ملف الاكسل بيبقى امتداده اكس ال اس اكس، لازم ابقى عارف دي ايه. ملف الباوربوينت بيبقى امتداده بي بي تي اكس.
ده ملف باوربوينت. ملف القراءة فقط اعرفوه للعلم بالشيء، ده بيبقى بي دي اف اللي هو ملفات بتبقى للقراءة بس. ملف الصور ممكن الصورة عندي تبقى جي بي جي، ممكن تبقى بي ام بي، ممكن تبقى جي اي اف، ممكن تبقى كمان بي ان جي. يعني انا هضيف على دول بي ان جي، هضيف عليهم كده بي ان جي. يبقى بالنسبه لنا كمان كده هنضيف عليهم بي ان جي. ايوه دي اللي بيعرفني هو ده ملف ايه، ملف صوره ولا ملف نص ولا ملف ايه بالظبط. ما هو الكمبيوتر بيختار تلقائيا، لكن في الامتحان بيجي يقول لك ايه which one of the following is an image file. اللي هلاقي ما نعرف بيكتشر يعني ايمج، لكن ايمج فايل يعني ملف من دول اما جي اي اف او جي بي جي او، يبقى ده اخر ده انا لازم ابقى عارفهم مش الكمبيوتر بس اللي عارفهم. ملف الصوت بيبقى ام بي 3. ملفات الكتابه، ملفات الفيديو اسف، ملفات الكتابه عندنا في عندنا اسف انا مش ركز معاك. الفيديو ملفات الفيديو عندنا في الاي في اي، في كمان الام بي 4 ملف فيديو من اشهرهم، لازم تعرفوا دول لان ده يعتبر من اهم واحد فيهم ملفات الام بي 4 لان هو ده اللي بيجيبه في الامتحان دلوقتي. يبقى الملف بالنسبه لنا ملفات الفيديو بالنسبه لنا زي الام بي 4 كده والاي في اي والام بي جي، يعني دي الملفات والاي اس اف، ملفات كتيره قوي بيجيبها لنا كملفات وورد. انا عاوز بس الاي في اي والام بي 4. الملفات المضغوطة اللي بيبقى مضغوط عندي بعرف ان ازاي ده ملف مضغوط، بلاقي امتداده زد اي بي، تمام؟ ده بنسميه ملف مضغوط زد اي بي او رير، ده بيبقى ملف مضغوط. الملفات الاكسكيوتابل الملفات التشغيلية بتبقى امتدادها اي اكس اي، دي اشهر انواع الملفات اللي بيستخدمها واللي بيجيب لك عليها اسئلة في الامتحان، وخاصة الفيديو والإيمج، خاصة الفيديو والإيمج تاخد بالك منهم. هيا يا شباب فهمناها؟ يبقى دي كده أنواع الملفات اللي إحنا بنستخدمها، دي أنواع الملفات اللي إحنا بنستخدمها. Which one of the following is an video file؟ معايا؟ ويديني اختيارات منها MP4. ها اتفقنا يا شباب؟ ده كده التعامل مع انواع الملفات. حاجه اخيره للملف عندي، اي ملف عندي ادي الملف اهو كده ظهر اسم الملف بس، طبعا ممكن يبقى ظهر عندي الامتداد جنبيه. طب لو انا عاوز اعرف امتداده فين، امتداده كام، الامتداد بتاعه ايه، كليك يمين عليه واقول له بروبرتيز او خصائص، فيقول لي ان الملف ده امتداده تي اكس تي. ادي الفايل تايب بتاعه تي اكس تي. وكمان في ميزه تاني ان انا لو ببحث عن ملف وعاوز اعرف الملف ده متخزن فين، هيقول لي المكان اللي موجود فيه الملف بتاعي بالتفصيل اهو، يبقى ده اللوكيشن بتاع المكان بتاعي موجود جوه السي، جوه ايه كمان، جوه فولدر اسمه يوزرز، جوه فولدر اسمه ادمنستريتور، جوه فولدر اسمه دوكيومنتس، جوه فولدر اسمه ليتماس 2. يبقى من الاخر هو موجود جوه ليتماس 2، ده المكان اللي محفوظ فيه الملف بتاعي. معايا يا شباب؟ وكمان بيبقى عندي كمان السايز بتاعه او الحجم بتاعه، لكن الحجم بتاعه بيبقى دايما معروض قدامنا هنا على اليمين. ها اتفقنا؟ مش بروبرتيز خصائص. كمان عندنا لو جبت بروبرتيز في عندي حاجه كمان تحت خالص اسمها اتريبيوتس. كلمه اتريبيوتس اخر حاجه هنقولها اسمها حمايه الملف. ممكن اخلي الملف بتاعي ريد اونلي، يعني ايه ريد اونلي؟ يبقى للقراءه بس، او ممكن اعمل له هيدن، هيدن يعني يبقى مخفي محدش يعرف يشوفه.
يبقى تاني اما اعمله ريد اونلي للقراءه فقط، يبقى محدش هيقدر يعدل في الاصل، التعديل دايما هيكون في نسخه تاني. لكن هيدن معناه يخفيه، لو اخترت هيدن وقلت اوكي هبص الاقي الملف حصل له ايه؟ اختفى. طب هاجي اعمل ده كمان اهو، كليك يمين بروبرتيز هيدن اوكي اختفى ولا لا؟ طب واحد هيقول لي هنظهره ازاي؟ هي مش علينا في الامتحان ولا الهيدن ولا الاخفاء، لكن ممكن نقول له اورجنايز فولدر اند سيرش اوبشن فيو واقول له شو هيدن فايل، وريني الملفات المخفيه. لما اقول له اوكي هيظهرها لك. لو عاوز اخفيها مره تاني فولدر اند سيرش اوبشن فيو دونت شو هيدن فايل، يعني ما تظهرش الملفات المخفيه. ها اتفقنا؟ ماشي يلا جربوا الكلام ده وهنوقف على كده النهارده. وان شاء الله المحاضره الجايه باذن الله هنخلص الجزء اللي فاضل باذن الله في العمل بتاع الويندوز، او هيفوت جزء صغير زي ما نشوف الوقت هيكفي معانا ايه.